طلب مني أبو صالح أنه ننفذ عملية بحيث يكون إلى صدى بالعاصمة دمشق. فحكى لي أنه صوت باص مبيت عسكري بمر بالعاصمة دمشق. بعد أجا طارق السعدي لعندي وخبرني أنه عم يشتغل على مبيت إلى مؤسسة الإسكان العسكرية بدون يستهدفوه ضمن العاصمة لإحداث صدى واسع للعملية، وقال لي أنه بده ينفذ الأعمال. تم الرصد والمتابعة على الباص. كان الباص بصف في منطقة الدحديل بوابة حارة العنازة. رصدنا للباص، كنا نطلع كل يوم الساعة 6 الصبح، كان الباص يطلع تقريبا 6 إلى ربع، كنا نطلع وراء نحن للباص، كان معنا السيارة العمومية هنا. نطلع وراء الباص، كان اتجاه الباص باتجاه نهر عيشة، كفر سوسة، يطلع باتجاه المواساة، ومن ثم على مزة 86 بيلف بالعكس بيرجع باتجاه ساحة الأمويين، بعدين على جسر الرئيس، على جسر الثورة، على استراد حرسته. بعد خط السير لأبو صالح، فطلب مني أن استهدفه بالنقطة بين ساحة الأمويين وجسر الرئيس ضمن هذا الشارع. كان الباص توقيته بيمر من تحت جسر الرئيس بين 6:30 و7 إلى 3. قررنا أنه استهدفه عن طريق عبوتين ناسفتين مزدوجتين، زنة 2 كيلو جرام مادة C4 سديد الانفجار، مربوطتين مع دارات تفجير عن بعد. الباص كان بصف بحارة العنازة، كان يعني جانبي شوي، فيه حوالي شجر وما شجر. كان دخلت لخلف الباص وطلعت العبوات الناسفة ووضعتهم بالكرسي خلف أسفل كرسي خلف السائق. انسحبت بعدين من مكان العمل وتوجهت نحو السيارات أبو يامين، وتوجهنا أنا وياه للبيت عنده، جلسنا لمدة ساعة وبعدين طلعنا من البيت، توجهنا للسيارة وتوجهنا منطقة جسر الرئيس. الساعة 6:15 تقريبا وصلت لمنطقة تحت جسر الرئيس. أبو يامين صف السيارة عند مجمع الأبويين وتوجه لمنطقة فوق جسر الرئيس. حتى إجا الباص من بعيد، كان مزخرف بالعلم السوري، وشفت طارق وفجر الباص. كان في مسافة بيني وبيني تقريبا 100 متر، فجرت الباص بجهاز إرسال لاسلكي، مادة الانفجار الباص وطلع فوق الصيف وضرب بضفة النهر. انسحبنا، رحت أنا شغلت السيارة وأخذت طارق من عند حلويات الشامية عند دوار الفحامة. ببداية الأحداث كان ساكن ببلدة زملكة بالغوطة الشرقية، بعدين انتقلنا على قد سياب بال 2013. بنهاية 2012 خرجت من منطقة مخيم مروك منطقة السكنة وتوجهت السكن في منطقة قد سياب بسبب توتر الأوضاع الأمنية. بال 2013 بلشت تتردد على المساجد، تعرفت على شباب ميولهم لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. من الشباب اللي تعرفت عليها طارق السعدي صاحب الاسم الحركي أبو محمد، وصار في علاقة صداقة بيني وبينه. صرت أتواصل مع أبو حمزة عن طريق الجوال على فترات متباعدة. كنت متعرف على شاب اسمه أبو صالح. أبو صالح جندني بكتيبة البراء بن مالك الأنصاري جبهة النصرة. تواصل معي أبو صالح على أحد برامج التواصل الاجتماعي وقال لي أني أبدأ بتجنيد الخلية. كنت ساكن بجوبار، بعد ما توترت الأوضاع بجوبار انتقلنا على قدسية. حد البيت اللي استأجرناه كان ساكن محمد أيمن أرسلان ملقب بأبو حمزة. بعد ما عرف أني أنا عم بدرس شريعة صار يطرح علي مسائل بتخص الشريعة بالجامعة. هون كانت بداية علاقتي بأبو حمزة. اقترح علي العمل باغتيال شخصيات مدنية وعسكرية بالدولة وأنا وافقت. كلفني أبو حمزة برصد عدة أهداف. الهدف الأول سيارة فيرنا فضية كانت تمر من شارع البلدية تصف حد ما حلنا، وكلفني برصد سيارة زيتية جيب أمنية بتصف بأول العراد. بعد فترة حكى معي أبو محمد وخبرني أنه في عملية بده أبو صالح يبعث انغماسي من درعا مشان ينفذ عملية على أحد مبيتات قوى الأمن بمنطقة كفر سوسة. فشل العمل. كلفني برصد سيارة سودا تويتا أربع أبواب لمختار قرى الأسد. كلفني بمهمة جمع نقاط الحواجز وين موجودين. أنا فتلت الهامة كلها وشفت الحواجز والنقاط كلها وزودته بكل هالمعلومات. هون حكيت مع طارق السعدي صاحب الاسم الحركي أبو محمد. تواصل معي وطلب مني أنه أطلع لعنده عم التقصة كانت بنتفق قدسية. فعرض علي خلال الجلسة أنه انضم للمجموعة، هو عم يعمل على تشكيلة هدفها تقوم بعمليات اغتيالات، وأنه هاي المجموعة بده يديرها شخص اسمه أبو صالح مقيم بمنطقة إدلب
وافقت أنا على العرض وعلى الشغل معه، فزودني هو بجهاز تواصل عشان أتواصل، جهاز جوال عشان أتواصل مع أبو صالح لو لم يطلع على السودان خلال الفترة اللي بيطلع فيها أبو حمزة على السودان. وأعطاني هوية مزورة، حكى لي إنه هاي الهوية مزورة خليها معك هلا عشان تستلم عن طريقها المواد المتفجرة. سافر أبو حمزة بعدين وأنا صرت أتواصل مع أبو صالح على الجوال، وأبو محمد كان يخبرني على تفاصيل المواد الموجودة اللي بقلبه وأنا مسافر بالسودان، وصار يبعث لي بأدوات كهربائية عن طريق براد وعن طريق غسالة وهيك شغلات مواد متفجرة. أنا بالبيت طبعا كنت حافر حفرة بالأرض حاط فيها برميل، كنت أحط هاي المواد المتفجرة جمع بقلب هاي البرميل. وهون بلشت العملية؟ أول عملية بلشت بسنة 2019 الشهر الثالث على اتصراد نهر عيشة، سيارة نوع بيجو سودا اللون. هاي السيارة كانت لملازم أول اسمه علي إحسان بالجمارك، وضعت العبوة الناسفة بالكرسي أسفل السائق. العملية الثانية كانت عبارة عن استهداف سيارة هونداي فضية نوع سوناتا على اتستراد المزة. كانت هاي السيارة بعت لي إياها هذا الرصد، هو أبو صالح بعت لي إياها عن طريق شخص. هي سيارة لدكتور أسنان اسمه طالب إبراهيم. وضعت العبوة الناسفة اهتزازية حركية تحت كرسي السائق. في اليوم التالي سمعت خبر انفجار العبوة وإصابة زوجة الدكتور وابنه. وكان أبو محمد يطلعني على كل العمليات اللي ساوية. خلال هذه الفترات عرضت على شخص اسمه يوسف الخميس ملقب أبو يامن، وكانت أول عملية إلي معك باستهداف قائد دفاع البطني بمنطقة نهر عيشة. رصدت مكان تواجده وصورت السيارة وبعثتها لأبو صالح، وافق على أبو صالح على العملية. قبل بيوم رحت لعن طارق جبت العبوة وحطيتها بالسيارة وصفيتها على الاستراد. إجا طارق الساعة 4 الصبح لعند السيارة، أخذ العبوة وأنا مشيت وراه على بعد 100 متر، ووضعت العبوة ناسفة بالكرسي أسفل السائق وانسحبت من المكان. وثاني يوم بيؤدي إلى مقتل السائق أبو عدنان الحمصي. العملية الرابعة عملية على اتصراد نهر عيشة، استهداف سيارة توسان فضية اللون لشخص اسمه أحمد إسماعيل. يوم الاستهداف عرفنا أي ساعة يطلع من المكتب المساء؟ بيوم التنفيذ الساعة 9 مساء توجهت أنا وأبو يامن على اتصراد نهر عيشة. أخذت العبوة الناسفة ووضعتها تحت السيارة. عندما طلع أحمد إسماعيل بالسيارة إجا طارق، هي كانت عن بعد، إجا فجرها طارق عن بعد. بعد ما نفذها إجا لعندي على السيارة ورحت وصلته على البيت. العملية الخامسة هي عملية استهداف عنصر في الدفاع الوطني في حي الدحاديل اسمه صالح المحمد. صورت أنا السيارة وبعثت لأبو صالح وبعثت له صفة هذا الشخص شو بيشتغل وشو اسمه، وافق على العملية. وضعت العبوة الناسفة تحت كرسي السائق وانسحبت من مكان التنفيذ. العملية السادسة عملية استهداف عنصر الدفاع الوطني اسمه فراس إحسان أبو جبال على اتصراد نهر عيشة. طلعنا على الاستراد، ركبنا بالسيارة على بعد 100 متر كنا، كان طارق راكب جنبي، بس شاف فراس إحسان لحاله. فجرت العبوات الناسفة بفارق زمني بسيط حوالي 3 أو 4 ثواني، مدى مقتل فراس إحسان أبو جبال وإصابة أخوه عادل إحسان. العملية السابعة طلب مني أبو صالح وضع عبوتين ناسفتين على اتصراد السومرية بهدف تخفيف الضغط الأمني على منطقة كناكر. حكى معي طارق تساقبين كان يحطون 7-8 المساء يوم التنفيذ. وصلته لعند مركز البحوث، مركز البحوث هناك في مركز بحوث وصلته نزلته. أسفرت العملية عن انفجار العبوة الناسفة الأولى دون انفجار العبوة الناسفة الثانية. العملية الثامنة كانت عن عملية استهداف سيارة لقائد دفاع وطن منطقة نهر عيشة اسمه إياد ديوب. نفس الطريقة رحت جبت العبوة قبل بيوم حطيتها بالسيارة، وجا ثاني يوم الفجر طارق أخذهم باتجاه سيارة إياد ديوب، ووضعت العبوة الناسفة بكرسي أسفل السائق وانسحبت من المكان. فهي العبوة ما بتنفجرت. العملية التاسعة هي عملية استهداف عنصر أمن منطقة نهر عيشة تحت جسر مشاة. رصدنا عنصر أمن بتردد المكان لمدة أسبوع وقالت استهدفه بعبوة ناسفة. حط له إياها وعلى وفجرها عن بعد فيه. طلب مني أبو صالح إني أشتري جوال، فبعت لي مبلغ اشتريت جوال. طلب مني أنزل له برنامج تجسسي، بعت لي إياه هو عن طريق أحد برامج التواصل الاجتماعي، فنزلت هذا البرنامج. وظيفة هذا البرنامج هو إحداث اختراق بهذا الجوال، يعني هو بيصير يقدر عن طريق من عنده عن طريق الجوال اللي عنده إنه يخترق هذا الجوال. أنا نزلت هذا البرنامج اللي بعت لي إياه التجسسي ورجعت ضبيت الجوال. هو أعطاني رقم مرة وبعته لهاي المرة. من حوالي سنة إجاني اتصال على الواتساب من شخص ما بعرفه،
صار يحكي لي إنه معه صور إلي ولبناتي من موبايلي، وإذا ما بعمل بدها بده ينشر هالصور. وأنا الصراحة أول شيء ما صدقته، بس بعد أثبت لي إنه فعلاً معه هالصور وبعت لي إياهن، ووقت اضطريت إني أعمل كل شيء بده. بعدها صار يبعت لي أرقام أشخاص ما بعرفها وصفحاتهم على الفيس، ويطلب مني إني حاكيهم مكالمات فيديو، أعمل إغراءات وصوروا هالمكالمات. بعت لي عن طريق رابط، بعت لي برنامج صوروا مكالمات فيديو، صورتهم وبعت له اياهم. وبعد فتره كمان حكاني قال لي حبعت لك موبايل بدك توديه لشخص انا ما بعرفه، وبعت لي اياه مع شخص كمان ما بعرفه، ورحت اخذت هالموبايل ووديته. بحكم انه موبايلي قديم رجعت طلبت منه انا منه بدي موبايل، انا شاب لي موبايل. بالشهر السابع بنفس الطريقه بعت لي مبلغ 1,000,000 ليرة، اشتريت جوال نوع سامسونج A11 ونزلت عليه هذا البرنامج، نفس البرنامج الاختراق نزلت عليه وبعته بنفس الطريقة. كمان صار يطلب مني أرقام بنات أعطيهن ويصيروا يشتغلوا مثلي، وبعت له رقم رفيقتي، هي طبعا ما بتعرف أني بعتها الرقم. وبعدين اكتشفت أنه من معرفتي بهالشخص اكتشفت أنه هالفيديوهات يلي كنت صورهن لهالأشخاص المخلي بالآداب كان بده ياهن لحتى يبتز هالعالم ويجبرهن ليعملوا شغلات بتضر بأمن البلد. دار حواري بيني وبين أبو صالح حول التفجيرات اللي عم نسويها وليش نحن عم نتبنى باسم سرايا قاسدون. فحكى لي إنه نحن عم نتبنى بهذا الاسم وما عم نتبنى باسم الحقيقي اللي هو إنه الجهاز الأمن العام بهيئة تحرير الشام جبهة النصرة، عشان قطع عن عمليات التفجير اللي عم يقوم فيها، وشان ما يتهموا هيئة تحرير الشام جبهة النصرة بالإرهاب وإنه عم تقوم تفجيرات بالشام. وقت كانت العمليات يتم تبنيها باسم سرايا قاسيون تواصلت مع أبو صالح مشان استفسر منه، نحن تابعين لهيئة تحرير الشام جهاز الأمن العام جبهة النصرة. فسألته أنه ليش عم يتم التبني باسم سرايا قاسيون، فقال لي السرايا هي عبارة عن اسم وهمي عم يتم التبني من خلاله مشان إبعاد صفة الإرهاب عن هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد المحلي. بوقت الأزمة بمنطقة الهامة كان في شخص اسمه أبو شهد فتوح فاتح مركز توليد نسائي، فاشتغلت عنده بآزن امساح وساوي قهوة وشاي، وأثناء شغلي عنده بيجي شخص اسمه أبو صالح من القدسية مسلح، هو بتعرف عليه صارت التسوية عندنا بالمنطقة، أنا عملت تسوية هو كان أبو صالح من الرافد التسوية طلع على إدلب، فبتواصل معي أبو صالح. كان أول مهمة بكلفني إياها أبو صالح استلام منظم علبة منظم كهرباء، فتحت لقيت فيه 5 عبوات ناسفة. رد بعد فترة كمان كلفني مهمة كمان استلام كيس خيش كان متواجد فيه 5 عبوات ناسفة كمان بحارة ديكورا. 29 آب 2016 كلفني مهمة، طبعا قبل هذا التاريخ بكم يوم هو كان مسلمني عبوة ناسفة مجهزة بدارة اهتزازية، قال لي خليها عندك بحكي معك عليها. بعد كم يوم حكى معي، بعت لي صورة سيارة لرئيس بلدية قدسية نبيل رزمة. بروح بلاقي السيارة متواجدة بالمكان، بحط العبوة تحت كرسي السائق تبع السيارة، والسيارة كانت من نوع دايو لون ذهبي. حطيت العبوة ورجعت على بيتي. ثاني يوم الصبح بسمع بالأخبار إنه صار التفجير اللي تبع العبوة اللي أنا حطيتها. بداية الأزمة شاركت بالمظاهرات مع ابن عمتي محمد صالح أبو أمين بعدة مظاهرات في منطقة الهامة. بعدين في عام 2013 عرض علي أبو شادي فتوح بالدوام بالعيادات بعد دورة سواها وأنا شاركت في هالدورة دورة تمريض. صرت دائم بالعيادات لمنتصف 2014 لحتى فتح مشفى أبو شادي. بعد عدة شهور عرض علي حسام النمر مؤسس الخوز البيضاء بمنطقة الهامة دائم عنده بالمركز، فدومت صرت على هالدوام ل 2015 لحتى أجا محمد هاني الكردي على منطقة الهامة وصار يأسس فصيل ما يدعى جبهة النصرة. اشتريت بارود ومسدس حربي من شخص يدعى ماهر الحمصي كان تاجر سلاح من منطقة الهامة، فصار المسلحين يجوا من سيئة يتعالجوا بالمشفى عنا، فصرنا نعالج المسلحين. بعدين انتهت صار في تسوية بالمنطقة ومصالحة.
استشهد الشيخ محمد عدنان الأفيوني مفتي دمشق وريفها جراء استهداف سيارته بتفجير إرهابي غادر في بلدة قدسية بريف دمشق. بنص 2020 طلعت مع أبو أمين على ضاحة إتسيا على جامع ضاحة إتسيا. دخلت على الجامع لقيت الشيخ عدنان كأنه كان في حفل تكريم أو عدة مشايخ. أبو أمين ضل برا عم يصور، قال لي إنه في استمارة بعت له إياها مسلحين إدلب عشان يحدد إمتى بيجي الشيخ عدنان وإمتى بيروح، طريقه بالروحة والرجعة. يوم 22/10/2020 قابلت أبو أمين بالخابوري فوقفني وقال لي إنه اليوم الشيخ عدنان بيجي عنده درس بجامع الصحابة بقدسية. اتصل فيني عمر نزهة بيكون ابن خالي، اتصل فيني قال لي انزل انا تحت بيتك. نزلت لعنده كان معه ميتور، هو طلعت معه الميتور، رحنا على بيت محمد امين صالح ابو امين بيكون ابن خالتي. فتنا لعنده على البيت على الغرفه، بغرفته في مكتب بالدرج الثالث. هون سحب العبوه عمر، العبوه مجهزه بدار التفجير عن بعد الى جهاز، علمني عليه عمر شلون طريقه التفجير. وهون بلش صار يقول لي عمر انه نحن رايحين نفجر، نزل العبوه بسياره الشيخ عدنان الأفيوني. فانا قلت له ماشي ما في مشكله، اللي حط العبوه تحت الكرسي اللي جنب السائق لانه هو ما بيسوق السياره، في شوفير عنده. حط محمود العبوه بشنتايه، شنتايه كتف، وطلعنا على قدسية البلد. وصلنا على جامع الصحابة، نزل صفينا برا، نزل محمود. وصلنا للباحة، في تحت الباحة في مرقاب، عمر وقف الميتور فوق. نزلت لتحت، طلعت من مكان ما لقيت حدا، لزقت العبوة تحت الكرسي اللي جنب الشوفير وطلعت لعند عمر. وحسب تعليمات انه الشيخ عدنان حيطلع وينزل بنزول باتجاه الاحداث جامع الصحابة النزلة مو باتجاه قدسية البلد. فكنا ناطرينه بنزول فلقينا انه السيارة طلعت، فقلت له عمر نحن شو نساوي، السيارة رجعت بالعكس يعني راحت بالعكس بعكس طريقنا. فقال لي محمود شو نساوي تلباك، قلت له بدك تنفذ شو بدك تساوي، قام قال لي خلص كبس الزرين ويعني انه نفذ التفجير. هون انا نفذنا التفجير، كنا بعاد عن السيارة تقريبا 100-150 متر، طلع صوت الانفجار ونحن على فورا ما وقفنا ابدا، ضلينا نازلين على الهامه. بعدين بدايه 2021 بالشهر الاول غادر ابو امين، طلع ابو امين على ادلب قال لي انه انا بدي اطلع ادلب، واعطاني 1800 دولار امانه خليهم معي وشنتايه فيها لابتوبه وهاردو وفيها دارات تفجير. بعد اسبوع من طلعته على ادلب قال لي انه زكاتك عطي الشنتاي لمحمود بس قيم من الدارات. وعملت هيك وخليت الدارات عندي، وبعدين قال لي بدي كلفك تصير تستلم وتسلم مصاري من اشخاص مجهوله بعده اماكن. استلمت من المجتهد ومن شارع خادم الوليد، واستلمت من تيا، واستلمت من الهامه، وسلم لاشخاص مجهوله مكان محدد عند جامع الهدايه مثلا، عند مشفى العثمان على طريق بيروت بين قدسيه والهامه، عده اماكن. بعدين طلب مني انه صور له صور بالشام، مقاطع فيديو وصور لمناطق علامه بالشام. فصورت له ساحه الامويين، تتراد المزه، شارع بغداد، ساحه القصور. فبعدها طلب مني انه صور له سياره امنيه نوع اوبل عند تتراد المزه عند الجلاء، عند اشاره الجلاء. فصورت له اياها. بعدها بشي شهر من تصوير إلى لها السيارة، أبو أمين طلب مني أنه ساعة 10 الصبح فيقني، كان يوم عطلة عندي من المشفى، قال لي انزل زكاتك بس شوف السيارة موجودة أو لا. فنزلت لقيت له السيارة موجودة، قال لي تمام. طلعت أنا على البيت صرت حاكي، فهو كان بده يشوف السيارة موجودة مشان ينزل الشاب اللي معه العبوة اللي هو أنس السعدي اللي كان عم يرصد السيارة صار له شهر وبيعرف انه السيارة الساعة 10 الصبح مو موجودة. فنزل وزرع له العبوة، عبوة موجهة يعني. العبوة انزرعت بالعمود الكهرباء، وبعت لي صورة عمود الكهرباء، قال لي هون بس انزل شوف لي الوضع، السيارة موجودة، العناصر، حركة الطريق كيف. فنزلت وكان كل شيء طبيعي، قلت له في عنصرين والحركة طبيعية وكل شيء. ورحت نمت انا بالمزة يومها، ما صار اي انفجار ولا شيء. ثاني يوم حكيته قلت له شو صار معه، قام قال لي والله اجى الشاب اللي بده ينفذ العبوه اللي شخص هو شخص مجهول مو انا السعدي، انا السعدي هو حطه على اساس اي شخص مجهول من قبلي هو ينفذه ما بعرفه.
فاجى الشاب قال وصل لحدود ال 100 متر وما نفذت معه، وبعدين قال لي ابقى امين انه بدك في 900 دولار بدك تسلمهم عند جامع الهدايه. تم القبض علي هون، حاولت اسحب مسدسي اللي كان معي فما لحقت.